المتألقة دائما الأستاذة سميحة أيوب، بقول لحضرتك منورة الدنيا كلها. أهلا بيك. أهلا. شكرا شكرا. النهاردة حريصة أنك تيجي وتشوفي الملك لير، مش كده؟ طبعا شيء بيسعدني جدا أن أنا أشوف الملك لير قطاع خاص، لأن لأول مرة يعني بنشوفها قطاع خاص. لا طبعا أول مرة قطاع خاص، لأن ما حدش يعني كان عنده الجرأة إن هو يعمل عمل كلاسيكي، عمل كبير ومليان ما شاء الله أبطال كبار، يعني كل واحد منهم ينفع يشيل مسرحية، ما بالك بقى بالبص الكبير بقى الفخراني الفنان العظيم. فالحقيقة أنا حاسة إن الناس كلها هتستمتع بالعمل، وإن يكون القطاع الخاص يفكر إن هو يعمل أعمال جادة، أعمال على مستوى رفيع، على ثقافة عالية، فده شيء بيستوقف الواحد ويقول هتمشي كده، هنستمر في العلو ده بعد التردي الفظيع اللي كان اتساحى فيه. فأرجو